ولذا ما جاءت به الشرائع السابقة فلا يؤخذ بجملته، وإنما يكون مقسما على حسب التقسيم الآتي، أن يأتي في شرعنا ما يؤيده ومن ثم فيكون مقبولا. الثاني أن يأتي في شرعنا ما يرده فهذا يكون مرفوضا. أن يذكر ولا يأتي شرعنا بخلافه ولا بقبوله، يعني لم يرد ولم يقبل. فقد اختلف العلماء في ذلك، وهي مسألة أصولية، لكن الصحيح أنها مقبولة لأنها ما ذكرت في شرعنا إلا لنعمل بها. ولذا قال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.